رجلا كان يقرأ القرآن فقرأ قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله هي والله عزيز حكيم. هو أخطأ القارئ فقال والله غفور رحيم، بدل ما يقول عزيز حكيم قال غفور رحيم. فكان رجل يستمع لهذا القرآن، رجل من الأعراب من البادية الذين لم تختلط لغتهم بلغة غيرهم، ما زالوا محافظين على يعني لغتهم العربية الأم. فلما سمع هذا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ثم قال والله غفور رحيم، قال ما هذا بكلام فصيح، ما عجبه، قال ما هذا بكلام فصيح. ويذكرون أن الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي كان حاضرا فقال للأعرابي: ما هكذا هي يا أخ العرب، يعني ليست هكذا كما قرأ. قال فأسمعني أنت، اقرأها أنت. قال إنما هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع. العزيز هو الذي يفعل ما يريد، والحكيم هو الحاكم، مناسبة لقطع اليد. عز فحكم فقطع. بلاغة القرآن أثرت فيهم، من يستطيع أن يأتي مثل هذا القرآن في نظمه واختصاره وأسلوبه؟